السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أنوال كيتشن مع فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا اليوم عبارة عن كيك سهل التحضير، سريع التحضير وبمذاق رائع، بواحد صوص الشوكولا اللي كتجي ممتازة في المذاق ديالها. فخليكم معي باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فغادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضعوا فيه 4 ديال البيضات. دائما البيض من الافضل ان يكون حراره المطبخ. كاس عنب ديال السكر سنيده، قبصه ديال الملحه، ونخلطوا الكل جيدا. من بعد كنضيفوا نفس الكاس عنب ديال الزيت نباتيه، وايضا نفس الكاس اللي عبرنا به ديال الحليب، 1.8 غرام ديال السكر الفاني، وجوج معالق ديال بودرة الكاكاو. بطبيعة الحال الكاكاو المر حيت هو اللي كيعطينا واحد المذاق زوين، يعني المذاق ديال الشوكولا. ومن بعد كنضيفو 3 د الكيسان عنبة ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض. هنا كنعتذر، صورت غير جوج كيسان ولكن راني ضفت 3 د الكيسان، وكيبقى الدقيق دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق. يعني حتى الا ضفتوا 3 د الكيسان وبان لكم الخليط ديالكم باقي جاري شويه، ضيفوا مازال الدقيق حتى يبان لكم الخليط تقال. فمن بعد ما كنضيف الدقيق غادي نخلط الخليط ديالي مزيان. غادي نضيف 3 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، يعني اللي كل ساشيه كتكون فيها 8 ديال الغرام. كيف كتشوفوا القوام ديال الخليط هكذا كيكون، يعني القوام العادي ديال الكيك. في الاثناء كنخلطوا مزيان الخليط ديالنا، ومن بعد غادي ناخذوا واحد المول اللي غادي ندهنوا بالزيت وندردر عليه البودره ديال الكاكاو. يمكن لكم تستعملوا البودره ديال الكاكاو او الدقيق. فهنايا كنفرغ الخليط ديالي في الكيك، وفي هذا الاثناء انا سخنت الفران على عافيه متوسطه، كنديروها في المول، كنضربوا بها واحد شويه باش كتقاد مزيان في المول. وفي هذا الاثناء انا خديت واحد 150 مللتر ديال القشده الطريه او الكريم فريش، درتها في كاسرونه باش تسخن. وغادي ناخذ هنايا واحد 100 غرام ديال الشوكولا نوار، نسبه الكاكاو فيه 55%. غادي نقطعوا مزيان قطع صغيره، ومن بعد غادي نضيفوا على القشده الطريه اللي غادي تسخن. من بعد ما سخنات القشره الطريه غادي نوضع عليها الشوكولا اللي قطعت ونخليها واحد جوج دقائق. من بعد عاد نبدا نحركها حتى كتذوب مزيان، وغادي نخويها فوق الكيك ملي غادي يطيب. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا ملي طاب، كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما برد ليا الكيك غادي نضيف فوق منه هاد لاصو الشوكولا اللي وجدنا بالشوكولا وبالقشطه الطريه. يمكن لكم لو بغيتو تسقيوها تسقيو الكيكه، غادي تجي كذلك رائعه الى تسقات.
فهنايا كاضافه فقط بغيت ندردر فوق منها بودره الكاكاو يعني لتعزيز النكهه ديال الشوكولا. يمكن لكم تزينوها بودره الكاكاو او يمكن لكم يعني تزينوا باي حاجه متوفره عندكم في البيت. غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل وكيفاش كيجي القوام ديالها. نتمنى انكم تجربوها لانها اكيد غادي تعجبكم. فكتجي هشيشه بزاف وبنينه يعني وفيها داك المذاق ديال الشوكولا نوار كيجي فيها باين مزيان. كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل كتجي معلكه من الداخل وكتجي فيها ديك صوص شوكولا وبودره الكاكاو كتعطيها واحد المذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها ولا عجبتكم هذه الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ولا كنتوا اول مره تزوروا قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فكيف كتشوفوا كتجي هشيشه بزاف كذلك بنينه بزاف. انا متاكده بانها غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. فكنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله وبالصحه والراحه.